فنامت الشكوك بشكل كبير حول أسباب وفاة الصحفي محمد العبسي، أحد أبرز الصحفيين الاستقصائيين في اليمن، خصوصا بعدما كشفه العديد من الصحفيين عن مخاوف سابقة تحدث عنها العبسي على خلفية كشفه لفساد ميليشيا الانقلاب. نتابع أبرز الردود في التقرير التالي. الصحفي نايف الناشري شابه بين صيرورة الأيام والأحداث، إذ يتذكر في هذه الحادثة مصير الزميلة الإعلامية جميلة جمال التي قتلت في منتصف ديسمبر الماضي 2015 في ظروف مشابهة لمقتل العبسي. فكتب نايف قائلا: جميلة جمال وبنفس الأيام محمد العبسي، مسرح جريمتين وتصفيتهما بصنعاء. الفرق أن جميلة جمال رفض النائب العام إصدار مذكرة لتصدير جثتها للأردن والكشف عن المواد التي قتلت بها. فهل محمد العبسي ينال نفس المصير ويذهب اسمهما مع الرياح، أم أن هناك قائمة طويلة ستلحقهم؟ ثم دير نايف جداريته بهاشتاج: الإعلام في اليمن إعدام بقرار دون إدانة. الإعلامي منصور الصمدي طلب على وقع الحادثة بتحقيق نزيه، وقال إن كل المعلومات والمؤشرات تؤكد أن الزميل المبدع الاستثنائي محمد عبد العبسي لم يمت بالذبحة الصدرية وإنما غتيل بالسم، وعليه ندعو لتشكيل لجنة طبية لتشريح جثته ولجنة أخرى أمنية لسرعة التحقيق في الواقعة ومعرفة الجنى وتقديمهم للمحاكمة، وعلى نقابة الصحفيين سرعة تكليف فريق من المحامين لمتابعة القضية. إيهاب الشوافي خاطب زميل المهنة قائلا: محمد العبسي، قبل أن تستعيد وطنا ذهبت، نسبة إلى مهماتك ونضالك وما اختارته مسؤولياتك كان الرحيل مبكرا عنيفا مفزعا ومجللا بالرهبة والخوف. خلتني لم أعد أجيد البكاء وقد شهدت في من شهد مصرع ثورة واختطاف وطن، لكنه اليمن حين يبكي يستنطق في مآقين العبرات. قبل أن ينالوا منك نالوا من اليمن. شاهدتك تموت ألف مرة ومرة وأنت تقلب صفحات فسادهم، لم يتوقفوا وكذلك لم تفعل أنت. تمدد على فراش الموت ولا تتعجب يا محمد. نم يا صديقي، فما تبقى كثير لنفعل. الصحفي يحيى الأحمدي بدوره حث نقابة الصحفيين على إطلاق نداء استغاثة للمطالبة بتوفير حماية للصحفيين الذين تبقوا في صنعاء أو توفير خروج آمن لهم ولأسرهم حتى يستكمل الجيش استعادة الدولة. ويتوقع الأحمدي أن يكون الصحفيون المختطفون هم الهدف القادم، في حين عبد الخالق عمران مهدد بالموت. ثم ختم الأحمدي تعليقه قائلا: من غير المعقول أن تبقى حياة الصحفيين تحت رحمة مراهقين ومجرمين تدربوا على فنون القتل وجعل زعيمهم الصحفيين في مقدمة الأهداف. الصحفية أحلم المقالح بعد زيارة لمنزل الفقيد كتبت: للتو عدت من منزل الفقيد محمد العبسي، كل ما شاهدته وسمعته صادم ومؤجج للوجع، حسبي الله ونعم الوكيل في من كان السبب. الإعلامي سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن أكد أن أي تشريح لجثمان الفقيد محمد عبد العبسي يقوم به من يسمى بالنائب العام المعين من ميليشيا الانقلاب لا يعتد بنتائجه، ونعتبره مؤكدا لفرضية الاغتيال حسب قوله، إذ يعتبر سعيد ثابت ميليشيا الانقلاب هي عدو الصحفيين في اليمن. الصحفي عبد الله دوبلة رتى زميل المهنة بنصف سطر: حضرت وحيدا كالقطرة ورحلت كثيرا كالأمطار. وفي العبارة يقرأ أكثر من نص.